الله يعطيكم العافية إخوانا، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. يا أخوة طبعا أنا بشكر كل واحد دعمني على قناة الثانية صيد مع الكل. طبعا يا إخواني اليوم الفيديو بتاعنا عن الكساح الفرخ أو الفرخ الأبشع بيقولوا. طبعا طلع الفراخ كيف، شايف كيف جرين الفريق؟ طلع هذا فريق، طب هذا حرام يعني، هذا المؤاخذة لازم يتعالج. وقت بيجيك واحد يقول لك مو حقه شلن، طب ما هو انا بدي اقول له ما هو يروح، بتحبش حدا يعالجك؟ طلع هذا الفريق كيف كمان يا اخوان. طبعا هذا الفريق عملية بنت كلب، بده يطلعه حتى اصابعيه، شايفينهم كيف يا اخوان؟ طبعا يا اخوان علاجهم سهل. طبعا يا اخوان في ناس بتقول لك حط باجري خلخال من هون وخلخال من هون وبالنص حبل، هاي سلافة الخلخال انساها. تعرف ليش انساها؟ لانه الخلخال يا سيدي العزيز اذا نزل على اصابعك بيكون لحمه طري، هذا الفرخ يمكن يسرن اصابعيه او يؤذيه. فالطريقه بدك تجيب حبل السماعه، شايفين السماعه خربانه بتجيب، ما فيش حبل السماعة اسرق واحدة من عند أخوك حلال، تسرقوها لا تسرق. سبب خربناها، بدنا واحدة كبيرة إحنا عشان كبيرة بدنا اياها. اخوان ما عندي سكين ولا مقص ولا شيء، بس بدي احاول يعني نظبط لكم الوضع تاعهم، نغير بدناش نضلنا حمام وكش وصيد. خليكم اخوان معي، بتقلب الفرخ على ظهره عادي او تمسكه هيك عشان يضل مرتاح. طبعا اربط الخيط، الخيط السماع يا اخوان ما بيأثر لانه جلد، فانت طبعا بدك تيجي تربطه لا تشده على اخر، يعني خليه اشي منه يا اخوان. خلي 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 روح روح روح، طبعا يا اخوان هنا ربطنا شايفينه كيف، طبعا ما شدينا على الاخر. فهذا الخيط انا قلت لكم ما بيقلي، الخيط هذا ما بيقلي يا اخوان. هاي الفرخ، هاي الاجر الثاني. طبعا الاجر الثاني يا اخوان بدك تخلي مسافه هالقد بيناتهم، ليش؟ انه بعد يومين او بعد ثلاث ايام بدك ترد تفك الخيط وتدخله لجوا شوي الشده عشان تزبط معك السلافه 100 مره من مره. هاي شايفين يا اخوان عرف، لا شده كثير، شدوش كثير لانك راح تفكه بكره، واذا شديته كثير اكيد رايح يتغلب الفرخ. هاي شايفين اخوان وقف حاله، صار يوقف، بس لسه اجريه رايحات يمين، لسه بعد بده شغل فرخ. طلعوا كيف لسه الاجر رايح يمين، شايف قديش؟ او خلينا نفكه ونضبه كمان شوي. انا عارف اني راح اطول عليكم شوي يا اخوان، بس انا واجبي انكم انتم تتعلموا كمان. عرفتوا كيف يا اخوان؟ انا واجبي انكم انتم تكونوا معلمين
تطلعوا أحسن مني إن شاء الله. إذا أنا بديش أعلمكم لا فيي ولا بشغلي. هاي شايفين كيف يا إخوان؟ هاي شفتوا كيف؟ بعد أربعة أيام أو بعد ثلاثة أيام باجي برد أفك الحبل بضب الإجرين عشان يطلع 100%. هاي شايفينه كيف قاعد يا إخوان؟ والله الطير محرز يا إخوان، طلعوا عليه طير محرز. هسا هذا المشكلة اللي فاتح لي حاله 180 درجة. هذا المشكلة أبو 180 درجة، يعني مشكلة صراحة. بس احنا بدنا نعالجه كمان، يعني لازم يتعالج. قلنا لكم الفرق مش مستاهل، بس علاجه واجب. هذا العلاج ربنا بيحاسبك عليه بكره. اذا انت عندك طير مش عارف تعالجه لا تربيه، صح ولا؟ او تقول خليه يموت على البركه، لا، هذا كله غلط بغلط يا اخوان. زي ما انت بتصير تدعي ربك بيعالجك، والطير كمان بدعي ربه يعالجه، وربنا بيسخرنا احنا نعالج. هاي شايفين كيف يا اخوان؟ هاي الحبل برد اخرى مرة بقلبه. طبعا هذا الفرخ يا اخوان ابوه نوري وامه دبانية، يعني بالمعنى الصحيح مش مستاهل، بس حكينا لكم شو علاجه واجب عليك الطير، علاجه واجب عليك. هاي شايفين كيف يا اخوان؟ الصلاة على النبي، الحمد لله رب العالمين، راح عن كل اشي. هسا بنفرجيكم اياهن ان شاء الله، خلوكم معي. طبعا هين يا اخوان شفتوا كيف صاروا؟ طلعوا بالصلاة على سيدنا محمد. يا اخوان قلت لكم اياها كمان مرة، بدهن كمان شغل، بدهن كمان ثلاث ايام اربع ايام ترد تفك الخيط وترجع تعمل فيه اخرى مرة. شايفين يا اخوان كيف؟ طبعا خليني افرجيكم هون. طبعا هون عندي الحب، العصافير الحب بلش ينبضن الحمد لله رب العالمين، بلشت الأناث تفوت على الكوخ. هون في عندي جوز باب، طبعا هاي بيضة، شايفين أول بيضة الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا راح يكون أول إنتاج هون. هاي عندنا هون كمان الإنتاج بتفوت، هاي شايفينها الذكر هرب. هون ما بعرف شو فيه، هون ما بعرف. طبعا إخوان هون الكوكتيل، بالنسبة للكوكتيل لهم يومين بفوتوا على الكوخ، بس الكوخ شو بده؟ انجارة. فجبت له انا انجارة. انجارة هاي يا اخوان بتعمل الانثاي، بتعملها عبارة عن بودرة، بتضلها بتطحن فيها بتطحن فيها، بتعملها بودرة بودرة بعدين بتبيض. وهي عندنا الطوير هذول مش لاقي لهم فحول حلوات. وهي عندنا الجوز المسويد هون بالصلاة على النبي يعني. وهي عندنا هذول هون، وعندنا الشخاش اللي هون يا اخوان بيضة بيضة واحدة والثانية كسرت معي. طبعا هذول الشخاش يا اخوان الطيرة كل ما بتبيض بصير معها زي ما تحكوا كساح. خفت انا منها مرة، حكيت مع ابو يوسف قال لي عادي الطيرة شكلها بيضة، قلت له قال لي عند الحوض تاعها ضيق بكون. فخلينا نروح نشوف شو صار بالزق اللي عندنا. هينا مع بعض، هي الأرانب بالصلاة على النبي شايفين هين. في عنا سرن بدهن يعشرن، هاي شايفين الأرانب، هاي البط إن شاء الله. هين هون عشان بدي أفرجيكم أنا الفراخ هذول بحطن عند أمهن، هاي شايفين فراخ واحد هون مكانه، هاي هون
طلع عليه كيف واقف يا اخوان، بس اجره هاي من فوق عادي، الكوع تاعها بتزبط ان شاء الله. وهذا الفرخ الثاني هون هون هون، هيا شايفين يا اخوان، هيا هون هاي شايفينه، حطيناه هون، كمان يومين ثلاثة بنرجع بنشيك عليه تشيك يا اخوان. هون عندنا ما بعرف بيضات ولا فراخ تحتيها، هسه بشوف ولا في بيض ولا في فراخ، وانا ما فيش شيء. طبعا هون كمان في عندنا فرخ ريحاني، هاي صار جاهز على القرش، وفي بيض مخربات ما بعرف ليش. طبعا الكشمري هاي يا اخوان حكينا لكم عنها، هاي شايفينها مع الشكلي، بدي احط على الكشمير الفوقاني، هاي بايضه وتحتيها فراخ، عشان هيك احنا عجلنا كل اشي. وهي هون في كمان فراخ ما بعرف شو هن مزهورات، هون في اشي، وهون في عنا طيره طابه، وعندنا هون كمان على الارض طحشة فراخ، هاي شايفين هن واحد اثنين ثلاثة، في كمان قراقطة عندي، هاي فرخ قرقاطي، وين راح؟ قاعد اصور انا، هي فرخ القرقاطي هيو. طبعا في يعني الحمد لله رب العالمين في انتاج يا اخوان، في 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 بالصلاة على النبي في. طبعا هذا الفرخ بدنا نطلع على السطح فوق بكره، وهي اخوه الثاني وين هن؟ في كمان فرخ هيو الابيض، والابيض هذا كمان الفراخ، هذا كل انجازات على الكرش ان شاء الله. هون عندنا فرخين فرخين سكسفنيات، هي واحد والثاني ما شاء الله عليه محلان، الله يا اخوان بالصلاة على النبي. طبعا هاي عندنا فرخ هون بلونه، هيو ابعد ابعد، كن الامي بيضه مالها الكاميرا هي، هاي شايفينه هاي الفرخ بالصلاة على النبي. وعندي هون كمان فرخ عرباش عرباش هون. طبعا البيض في الشفاش هذيك، هاي يا اخوان اذا ما طلعت فراخ زي العالم الناس راح اشيلها واحطها على الشكل، محتمل الطيره هاي ريحانيه، فاشوف اطلع وش، والريحان بدي احطه على شفره، تعال نشوف شو بدنا نطلع. وهذا وعدته لواحد هديه من المتابعين، مراسلي قراقطه، طبعا يا اخوان اخرى مره بدنا همتكم، نعم نعم حبيبي نعم. طبعا هون المفاجاه يا اخوان، شوفوا هون مفاجاه الصراحه. طبعا البواز هون يا اخوان عندي كلها اشتغلت الحمد لله، طلع فرخ الهزاز تحطيه بيض الشخاشله، نازل عنده فرخ بوز، وفرخ بوز كان هون صار جوا عنده بطعمين هو وطيرته المراسليه. طبعا هاي عندنا هون في كمان فرخ بوز، يعني ان شاء الله ننتج بواز هاي السنه ان شاء الله. هاي كمان طيره بايضي هون، هون كمان بو زاجل على دبانيه مخها، يعني في في ان شاء الله انتاج يا اخوان. فطبعا احنا بدنا همتكم على القناه صيد مع الكل. طبعا هاي القناه يا اخوان بصراحه حطني اليوتيوب على راسي، يعني بطل يعطيني ربح، وقف عني الربح، في عليها مشاكل ما بعرف، بس سأفوت عن طريق الكمبيوتر ونشوف شو هالمشاكل العظيمة تعوتهم، عرفتوا كيف يا اخوان؟ هاي كل حاجة هاي شايفين، هاي فرخ الشخشلي كمان بالصلاة على النبي. يا اخوان بتمنى من الجميع دعم قناتي صيد مع الكل، وهسه موعد الكش، الله يعطيكم ألف ألف عافية يا اخوان. طلع طلع يا اخوان، والله ماني لاقي له طيرها، طلع والله مو حرام الشكل، طلع يا اخوان يعطيكم العافية يا اخوان.